معنا من لندن مراسلنا جياب أبو صفية، ومن لفيف مفادنا إبراهيم حسناوي، من موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن بروكسل مفادتنا ميثاء صباح. أرحب بكم جميعا وأبدأ من لفيف مع إبراهيم حسناوي، نطلع منك على آخر المعطيات الميدانية لديك إبراهيم، تفضل. نعم كارولينا، دعيني في البداية أشير إلى أن التطورات العسكرية ما زالت جارية على عدة جبهات هنا في أوكرانيا، خاصة في مدينة تشيرنيغيف التي تقع شمال شرقي العاصمة كييف. هيئة الأركان أعلنت قبل قليل أن القوات الروسية استهدفت بعض المناطق المدنية، مما أدى إلى مقتل العديد منهم، وأنها تمكنت من انتشال 5 جثث من تحت الأنقاض. أشارت أيضا إلى أن من بين القتلى الذين سقطوا مواطن أمريكي. في العاصمة كييف ما زالت أيضا الاشتباكات جارية، خاصة شمالي المدينة، حيث أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية بأن القوات الروسية تحاصر بعض المناطق فيها دون أن تعطي تفاصيل عن طبيعة هذه المناطق. كما وقبل ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحداتها القتالية تقيم نقاط تفتيش عسكرية في تلك المنطقة. الوضع هو ذاته تقريبا في بعض المناطق الأخرى، خاصة في دونيتسك وماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، حيث ما زالت القوات الروسية تحاصر هذه المدينة التي تشهد مأساة إنسانية. الحديث يدور هنا أيضا عن فتح المعابر الآمنة من أجل فرار المدنيين من المدن المحاصرة، خاصة من ماريوبول باتجاه الملاذات الآمنة، سواء هنا داخل أوكرانيا أو باتجاه الدول المجاورة لأوكرانيا. هذه المعابر أهمها في مدينة ماريوبول. يأتي هذا وسط استمرار المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني. أشير أيضا إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو كان هنا في مدينة الفيف، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الأوكراني ديمتري كوليبا. الطرفان تحدثا عن عملية، عن ضرورة وقف إطلاق النار، لكن الأمال ربما تبدو محدودة لتحقيق ذلك، وكان الحديث يدور بشكل مباشر عن إمكانية اتفاق إنساني للسماح بخروج المدنيين وتوفير ممرات آمنة من مدينة ماريوبول، وكذلك إيجاد مخرج للمواطنين الأتراك في هذه المدينة. نعم، أنتقل إلى موسكو مع مراسلتنا أريج محمد، نطلع منك أريج يعني على آخر ما دار بين الرئيسين التركي والروسي فلاديمير بوتين، وأرحب أيضا بمراسلنا من واشنطن جو تابت، لكن أود أن أعرف أكثر منك عن التفاصيل حول الاتصال الهاتفي وعن آخر المواقف الروسية. أريج. نعم كارولينا، تأخر موقف الكرملين فيما يتعلق بالإعلان رسميا عن هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيسين الروسي والتركي، لكن الكرملين ومنذ قليل بالفعل أكد هذا الاتصال وقال إن الرئيس الروسي بحث مع نظيره التركي كافة الحيثيات المتعلقة بسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولا سيما الشق المتعلق منها بموضوع الممرات الإنسانية وتحقيق عمل هذه الممرات عبر استدامة وقف إطلاق النار والتزام الجانبين الروسي والأوكراني باتفاقيتهما في هذا الصدد. على صعيد العرض التركي الذي كانت قد تحدثت عنه الرئاسة التركية في وقت سابق فيما يتعلق بإمكانية تنظيم قمة بين الرئيسين الروسي والأوكراني، طبعا تحدث عن هذا الموضوع المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت سابق بشكل مفصل، حينما تطرق إلى سير جولات المفاوضات الروسية الأوكرانية وما توصلت إليه أو ما يعيق حتى الآن التوصل إلى اتفاقيات في مضمارها، فقال إنه من المبكر حاليا الحديث عن مثل هذه القمة. روسيا يعني كانت في الوقت السابق كارولينا تحدثت وأكدت أنها لا تريد قمة لمجرد عقد هذه القمة، تريد أن تخرج هذه القمة بنتائج ملموسة، وعلى ذلك فيجب عقد هذا اللقاء إن تم عقده في المستقبل، والجانب الروسي لا يمانع وفقا للمسؤولين الروس لا يمانع بمثل هذا
هذا اللقاء، لكن يجب التمهيد له بشكل مسبق في إطار جولات الحوار الروسي الأوكراني الذي يجري حاليا عبر جسر متلفز، وكان يجري في وقت سابق في إطار الجولات الثلاثة السابقة على الأراضي البيلاروسية. يجب التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات معينة في إطاره تمهد لاتفاقيات، يقول حتى الجانب الأوكراني يصفها باتفاقيات تمهد للسلام بين الجانبين ولوقف إطلاق النار. ويقول رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي أو يأمل الجانب الروسي من هذه الاتفاقيات أن تؤسس للسلام يمتد لأجيال، كما يقول كان يقول ذلك يوم أمس، وقالها اليوم أيضا في أحدث تصريحاته وفي معرض تعليقه على سيرها. إذن الجانب الروسي لا يمانع، لكنه يرى أنه من المبكر حاليا الحديث عن مثل هذا اللقاء. يقول أن هناك ما زال الكثير من العمل للوصول إلى مثل هذه التفاهمات والاتفاقيات، لكن الجانب الروسي جاهز للبحث عن هذه التفاهمات ولمواصلة العمل على تحقيقها. أنتقل إلى بروكسل مع مفادتنا ميثاء صباح. ماذا لديك ميثاء في آخر المواقف أيضا؟ نعم كارولينا، اليوم الأمين العام لحلف الناتو يونس ستولتنبرغ توجه إلى برلين للقاء المستشار الألماني، وتمت يعني في كلمته أشاد بدور ألمانيا بتقديمها مساعدات إنسانية وعسكرية وأيضا مادية إلى لأوكرانيا أو لدعم أوكرانيا في الهجوم الروسي. كانت هناك أيضا يعني إشادة منه بدور ألمانيا في نشر قوات في لتوانيا وأيضا نشر طائرات مضادة أو في رومانيا. كل هذه يعني عمليات النشر وهذه التعزيز أشار بأنها تحتاج إلى رفع نسبة الاستثمار في يعني مستحقات الدفاعية، وهي خطوة قامت بها ألمانيا. قال بأنها هي من تقود الطريق في هذا المجال، حيث أنها قامت برفع مستوى الناتج المحلي بصرف 2% منها على المستحقات الدفاعية. ألمانيا أيضا يعني قامت بشراء منظوم أو مقاتلات أو أسلحة من الجيل الخامس. كل هذه النقاط يعني هي ربما تكون تكملة لما تم مناقشته يوم أمس في قمة وزراء الدفاع، حيث كانت هناك مناقشات بأنه سيتم تعزيز الطاقة الدفاعية لحلف الناتو، ومنها الحرب السيبرانية وأيضا تعزيز قواتها على الحدود. كل هذه النقاط كارولينا والزيارات والاجتماعات هي تمهيد للقمة التي ستعقد في 24 من مارس القادم، وهي القمة الاستثنائية لقادة دول الاتحاد الأوروبي، والتي أيضا سيشارك بها الرئيس الأمريكي من واشنطن مراسلنا. نعم. جو تابت، نطلع منك أيضا على آخر المواقف وآخر المعلومات، خاصة ما يتعلق بالاتصال الهاتفي المرتقب غدا بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني. هذا الاتصال وكما قال البيت الأبيض يأتي في إطار إبقاء قنوات التواصل مفتوحة بين واشنطن وبيجينغ، كما كانت الحال بين الحرب الباردة. كان دائما هناك تنسيق واتصالات تحصل، وضمن هذا الإطار يأتي الاتصال الهاتفي المرتقب بين بايدن وشي جين بينغ الذي سيحصل يوم غد. طبعا وفقا لمعلومات البيت الأبيض فإن الرئيس الأمريكي سيكرر موقف الولايات المتحدة الداعم للجيش الأوكراني، وقبل لحظات سمعنا في براتيسلافا الحديث الذي قاله وزير الدفاع الأمريكي والسلوفاكي بأن هناك استعداد لتسليم منظومة S-300 إلى أوكرانيا. وفقا للمعلومات التي حصلت عليها فإن واشنطن تبحث في إمكانية توفير منظومة الباتريوت لسلوفاكيا مقابل أن تمنح S-300 إلى كييف. أنتقل إلى لندن مع مراسلنا جياب أبو صفية. جياب، أيضا هناك مواقف جديدة من بريطانيا، خاصة فيما يتعلق بنشر أيضا يعني أنظمة دفاعية في بولندا.
نعم هذا صحيح، هذا ما أعلن عنه وزير الدفاع البريطاني بن واليس خلال زيارته إلى وارسو، والتي اتفق مع نظيره البولندي أن يكون هناك نشر لمنظومة صواريخ متطورة جدا وهي سكاي سايبر، وهي منظومة يمكنها مواجهة الطائرات وأيضا الصواريخ المتقدمة تكنولوجية والموجهة يمكن إصابتها بشكل دقيق. هذه المنظومة والتي ستدار بحسب رئاسة الوزراء البريطانية هنا المتحدث الذي أكد أنها ستبقى بأيدي بريطانية حتى لو أنها منتشرة على الحدود، ولذلك تم إرسال 100 عنصر من الجيش البريطاني للتعامل مع هذا النظام المتقدم جدا والذي تم نشره بناء على توصيات من وزارة الدفاع والمسؤولين في الاستخبارات، وردا أيضا على الهجوم الروسي على مركز كان بالقرب من الحدود البولندية في الجانب الأوكراني على بعد 15 ميلا فقط. تأتي هذه كما تحدث وزير الدفاع البريطاني هي لتعزيز الدفاعات البولندية وتعزيز حماية حدود بولندا التي التابعة والعضو في حلف شمال الأطلسي الناتو، وأيضا يأتي في إطار تعزيز هذه العلاقة الاستراتيجية بين وارسو ولندن من الناحية الدفاعية، والتي وصفت بأنها علاقة تاريخية، وأي اعتداء على بولندا هو اعتداء على بريطانيا كما هو اعتداء على حلف شمال الأطلسي الناتو. هذه لها أيضا رسائل عسكرية للجانب الروسي أن أي اقتراب للطائرات الروسية أو للصواريخ الروسية الموجهة في هذه المنطقة فسيتم إسقاطها عبر هذه المنظومة الدفاعية القوية جدا والتي ستدار بأيدي بريطانية. شكرا جزيلا لكم شبكة مراسلي سكاي نيوز عربية من لندن، مراسلنا جياب أبو صفية من واشنطن، مراسلنا جو تابت من لفيف، مفدنا إبراهيم حسناوي، وأيضا معنا من العاصمة الروسية موسكو مراسلتنا أريج محمد، ومن بروكسل مفادتنا ميثاء صباح. شكرا جزيلا لكم.